اسلم يا ابو ابراهيم. يقول صفوا فلات الحجاج التكادير، سلام. ترى قهرها يومكم تضحكوني، صفوا فلات الحجاج التكادير، ترى قهرها يومكم تضحكوني، اعمارنا لحظاتها عجله تسير، تدارك وركضه قبل تدفنوني، ليه المشاعر بثها بالتقاتير، باعلانكم للحب وش تخسروني، بادلتكم حب يفوق التصاوير، ياكل منهم بالغلا بادلوني. يا سلام يا سلام. تدري هذه ابو سليمان اول حلقه ما ناخذ فيها فاصل؟ بالله والله ما انتبهت، ما حسيت صح؟ والله ما حسيت. المخرج اللباني خربها. الفاصل المفروض يم جال لبان. والله وزلينه هو مع اللباني يزين كل شيء. الله يسعدك ابو حاتم. احيانا انت ليش شفت اللباني؟ صحيح والله اروح وطيه. طبعا علمه وش اللباني، ترى في ناس من ليبيا من الجزائر من تونس. والله اللباني هو نوعين.